النقطة الجيدة كمان إنه في لقاء ما بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، فدي بتعمل نوع من التقارب ما بينهم سواء المستفيد أو اللي مقدم الخدمة. قام أعضاء الحملة والمتطوعين فيها بتوزيع استبيان على الأهالي للتعرف منهم على المشكلات الأمنية المتواجدة في القرية، وحصلنا منه على عدة نتائج تشير إلى بعض المشكلات الأمنية الموجودة في قرية قرنطيل، والتي سوف يتم التعامل معها لاحقا بالتحليل والدراسة. محتاجين حوار مجتمعي بين الناس وبين الشرطة عشان نقدر نشوف المشكلات شكلها عامل ازاي، الشرطة ممكن تحقق منها ايه وازاي تصلحها. ده الهدف الرئيسي اللي احنا عاملين عشان الحملة، عشان نقدر نوصل في النهاية اللي يبقى فيه علاقة صحية بين المواطنين وبين الشرطة، تضمن ان القانون هو اللي يسود وتضمن ان سيادة القانون هي اللي تبقى موجودة في المجتمع. في إطار قيام حوار مجتمعي بين الأهالي وجهاز الشرطة والجهات الأمنية، هيكون معانا لقاء مع الأستاذ محمد علي نصر، وهو أحد منسقي حملة عاوزين أمن الشرطة وكمان متطوع من قرية كرامفيل. أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. يعني مهم جدا فعلا قيام حوار مجتمعي بين الأهالي والمواطنين والقطاعات الأمنية ومنها قطاع الشرطة، ودي الحملة اللي انتوا قائمين عليها وبتحاولوا يعني تقربوا وجهات النظر بين رجل الشرطة والمواطن العادي علشان نوصل بأعلى منظومة أمنية داخل جمهورية مصر العربية. ازاي انتوا بتعملوا ده من خلال حملتكم عاوزين امن الشرطة؟ هو احنا بنعمل ده بأكتر من طريقة، عن طريق الاستبيانات او عن طريق إقامة حوارات مجتمعية داخل القرى او عن طريق المؤتمرات. يعني دي ابرز الصور اللي احنا مارسناها خلال الفتره اللي فاتت. كويس. طب عايز اعرف من حضرتك بقى مفهوم الحمله دي بالظبط، ونوضح للساده المشاهدين وازاي ممكن نحشد الطاقات كلها للوصول الى هذا المفهوم يعني، والعمليه اللي هي الامنيه اللي احنا بننشدها بقى داخل جمهوريه مصر العربيه. هو عموما في استراتيجيتين التعامل مع جهاز التغذية. في استراتيجية قايمة على الهجوم اللي هي بتتبناها المنظمات الحقوقية، وفي استراتيجية قايمة على التعاون اللي هي لأحد صورها حملة عاوزين ايه من الشرطة. تمام. احنا بنهدف الى تقديم معلومات لصانع السياسة الامنية بتخص مشاكل المواطنين، لان وزارة الداخلية في النهاية هي خدمة، وزارة خدمية بتقدم أكيد. خدمة للمواطن، وبالتالي المواطن المعني المستهدف بهذه الخدمة يجب ان يصل صوته الى المسؤول. ايضا المسؤول الامني لدي بعض المشاكل كنا اتكلمنا فيها مع بعض المسؤولين الامنيين، وهذه المشاكل يجب ان تحل. احنا يهمنا ان يكون ضابط الشرطة مرتاح والمواطن مرتاح، احنا عايزين نحقق الهدف ده. تمام. طيب هل هناك من معوقات بقى كانت بتقابلكم في هذا الشأن، وازاي ان انتوا توصلوا مفاهيم المواطن لرجل الشرطة؟ هو يعني على مستوى قرية قرنفيل وعلى مستوى مركز شرطة العناصر الخيرية اللي بتتبعه قرية قرنفيل كان في تعاون كبير جدا ما بين الداخلية والأهالي. احنا بنطمح انه يكون المستوى اعلى على مستوى مديرية امن الأليوبية اللي هو بيتبعها مركز العناصر الخيرية. وبنتمنى ان يعني طلبنا لمديرية امن الأليوبية يلقى استجابة، ونعمم التجربة على مستوى الجمهورية كلها بعد كده فيما بعد، وان شاء الله الحملة تنجح وتحقق هدف يا رب ان شاء الله. الى جانب التعاون بين المواطن ورجل الشرطة، وده اللي انتوا الهدف الاساسي والهدف الاسمى اللي انتوا بتسعوا ليه، هل هناك من اهداف اخرى انتوا بتسعوا عليها واحد تلو الاخر كده علشان توصلوا لكل التعاون مع المنظومة الامنية؟ هو اول هدف هو إعادة الثقة ما بين الطرفين من خلال الحوار المجتمعي، وهو ده حجر الأساس اللي هينبني عليه كل حاجة بعد كده. إذا استطعنا أن احنا نحقق هذا الهدف فالباقي سهل. هو يعني المعضلة الأساسية هي في خلق حوار مجتمعي، أن الأطراف كلها تقعد مع بعضها. يعني لو قدرنا ننجح مع طلبة الجامعة مع الداخلية ومسؤولين من الأمن المركزي، أعتقد أن ده هينعكس بالإجابة على المشاكل داخل الجامعة. تمام. إذا قدرنا نقعد مثلا أهالي المساجين مع مأموري السجون والضباط داخل السجون، أعتقد أن ذلك هينعكس بالإجابة ما بين الطرفين. هي دي الاستراتيجية اللي احنا بنتبناها في كل الخدمات اللي بتقدمها وزارة الداخلية.
درجة القبول يا أستاذ محمد من قبل المواطن العادي في هذا الشأن، شفت إن في درجة قبول كبيرة من المواطن للتعاون مع جهاز الشرطة والتعاون مع الجهات الأمنية علشان خاطر يوصلوا من الحد من الجريمة ويوصلوا إلى سيادة القانون بقى، سواء على رجل الشرطة أو على المواطن العادي؟ ده حقيقي، المواطن في النهاية هو صاحب المصلحة في أنه يتلقى خدمة أمنية ذات جودة عالية، وبالتالي هو يعني الأولى بأن يتعاون. اللي بيأتي في المرحلة التالية ضابط الشرطة، وفي الحقيقة المسألة يعني فيها بعض المعوقات نتمنى أن تحل في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أنا عايز الأمان البلد، كل واحد صغير أو كبير يتكاتف بأي حاجة يعملها على قد ما يقدر يعملها، بأي حاجة يساعد بيها. احنا عاوزين صوت لا يوصل للمسؤول، الحملة مجدد هتوصل الصوت. غير تعاون الاهالي مع الشرطة وتقليل تقديم العملية الأمنية، دي عملية صعبة جدا على وزارة الداخلية، بس إن الناس تعرف دور الشرطة هي اللي بتكون بيه في البلد، وبرضه الأهالي عليها دور كبير برضه يتعاونوا معاهم وكده. حول قابلية المجتمعات لتطبيق عملية الإصلاح الأمني والهدف منها والهدف الأسمى من هذا الموضوع، هيكون لنا لقاء مع الأستاذة منى ربيع، صحفية وإحدى المتطوعات في هذه الحملة. أهلا بيك فندم. أهلا بيك فندم. أستاذة منى، يمكن مهم جدا عملية القابلية بالنسبة للمجتمعات لعملية التطوير الأمني وعملية الإصلاح الأمني داخل المجتمعات، شايفة إزاي عملية التطوير دي داخل مجتمعنا المصري؟ في البداية احنا من ثورة 25 يناير حدث انفلات أمني، الشعب المصري كله كان أول متطلباتهم بعد الثورة عودة الأمن. إزاي بقى عودة الأمن كان للشارع المصري؟ ده كان هو السؤال، وده اللي خلانا ان احنا نشتغل مع حملة عاوزين ايه من الشرطة، لأن كل واحد عايز الأمن يرجع الشارع بطريقة، فكان ده الخلاف، هل ازاي ان الامن يرجع مثلا ويكون في يعني في مشاكل ما بين الناس في التعامل بين رجال الشرطه او امناء الشرطه مع الناس في الشارع، دي كانت مشكله، ازاي نرجع الود ما بين الطرفين. كويس. طبعا ده خد وقت كبير جدا، مرينا بثوره 30 يونيو برضو نفس المشكله، خاصه مع وجود عمليات إرهابية، ده صعب المشكلة على رجال الشرطة والداخلية. تمام. طب من وجهة نظر حضرتك، وخاصة أن حضرتك صحفية ويمكن لك دور إعلامي في هذا الشأن، ودور الإعلام بقى للنهوض بحالة المجتمع من خلال التعاون والتآلف بين جهاز الشرطة والجهات الأمنية والأجهزة الأمنية عامة وبين المواطن العادي، إزاي ممكن ننسق ده من خلال فكرنا احنا وأساليبنا احنا كجهات إعلامية بتنظم هذا الشأن؟ أولا لازم يكون في ضوابط عشان نقدر نرجع العلاقة. لازم الناس تعرف هي عليها إيه، ولازم برضو رجال الشرطة والداخلية يعرفوا برضو هم عليهم إيه، كل من الطرفين يعرف واجباته. يعرف واجباته اللي هينفذها، لأن للأسف في بعض الأماكن أو بعض القرى لو أنت مثلا في مخالفة مرورية أو في أي مشكلة حصلت اللي حرام وأنت ليه، سواء مثلا اللي هو الباعة الجائلين أو مشابه، اللي بيحصل إن إحنا الناس بتروح وتتوسط ونحاول نلم المسألة بشكل ودي وما نصعدش الموضوع، عشان زي ما قلنا حرام وده بيجري على اكل عيشه وكلام ده، دي يعني مشكله. القانون ما بياخدش مجراه في هذا الشأن، وكمان ما بيبقاش يعني في حاجه اسمها سياده القانون لازم تطبق على كل الاطراف. المفروض ان الناس تعرف ان في حاجه اسمها قانون، وده يطبق على الصغير والكبير، لكن للاسف ان في بعض الناس متخيله ان القانون بيتم تطبيقه على الناس الصغيره لكن الكبار لا. لازم نغير المفهوم ده عند الناس، عشان لازم الناس، خاصة المفهوم ده المفروض انه يكون انتهى اكيد بعد الثورة، مفروض ان هو يكون انتهى بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو، مفروض ان يكون المفهوم ده انتهى، واحنا لازم نرجع الود او العلاقة ما بين الداخلية وما بين الناس. والحملة عاوزين ايه من الشرطة هو السؤال نفسه بيتم طرحه على العامة او الناس على الشعب عامة، فلازم الناس ترد، مش مثلا احنا بدأنا في القليوبية، فلازم الناس ترد في كل محافظات مصر هم عايزين ايه، عشان الداخلية او الشرطة يعني لازم الجهاز الشرطي يعرف الناس عايزة ايه وابتدوا ينفذوا اللي هم الناس عايزينه.
لنا لقاء مع الأستاذ محمود فاروق وهو المدير التنفيذي للمركز. أهلا بك. أهلا أستاذ. أستاذ محمود، مهم جدا فعلا يكون في علاقة يعني تآلف ومحبة بين المواطن العادي ورجل الشرطة، وده أنتوا القائمين عليه من خلال الحملة عاوزين إيه من الشرطة. كلمني عن دور المركز في هذه الحملة وقد إيه فعلا بيتم الوصول إلى هذا الهدف. المركز هو المنسق الوحيد أو الرئيسي يعني للحملة، هو اللي بيقوم بكل الخطوات اللي علاقة بمخاطبة الشرطة وكمان مخاطبة المواطنين. تمام. بالتوضيح بالضبط إيه الهدف من الحملة، احنا عاوزين نوصل فيها لإيه، وليه ضروري ان المواطنين والشرطة كمتلقي الخدمة وكقائم على الخدمة ازاي الاثنين لازم يتناقشوا سوا ويتكلموا سوا، ازاي كل مجموعة منهم مفروض تطرح المشاكل والعقبات اللي بتواجهها والمطالب اللي عاوزاها، علشان خاطر يبقى في حوار مباشر بين الاثنين يؤدي لتقليل او لاختفاء المشكلات الموجودة في الوضع المصري. تمام. التعاون بينكم وبين الشرطة قائم في هذا الشأن وهو الوصول إلى سيادة القانون، لكن برضو في جهات أخرى أكيد ممكن تتعاونوا معها للحفاظ على هذه السيادة زي مثلا المحاكم وهيئات القضاء وما شابه. هل بيتم التفاعل مع الجهات الأخرى دي والهيئات الأخرى، ولا التعامل مع جهاز الشرطة فقط؟ احنا في المرحله الحاليه متوجهين لجهاز الشرطه بشكل رئيسي، لانه زي ما حضرتك عارف انه بعد الثوره بقى في مشكله امنيه ضخمه في مصر، واحنا الهدف الاساسي ان احنا نعمل حوار مباشر ما بين المواطنين والشرطه عشان نوصل بان يبقى في سياده واحترام للقانون من الطرفين سواء من الجهاز او من المواطنين. بالظبط. فده الهدف الرئيسي في المرحله الحاليه. كمرحله اولى بنتوجه انه احنا، لانه حضرتك عارف انه اصلاح فترة طويلة من مشكلات الموجودة فيها جهاز الشرطة بيحتاج فترة طويلة جدا من العمل، وانه التركيز عليها مع جهاز الشرطة هو ده الاولى لينا في المرحلة الحالية. في المراحل التانية ممكن نتوجه لحاجات اوسع، لكن المرحلة الاولانية هي جهاز الشرطة في المرحلة الحالية. طب شايف باكورة النتاج للحملة دي دلوقتي، هل انتم ماشيين على خطة فعلا ثابتة وقادرين توصلوا او حاسين ان انتم ممكن توصلوا للهدف اللي انتم بتنشدوه من هذه الحملة، ولا لسه شوية شايف المدة ممكن تكون تطول شوية؟ هي العمل في كل الاحوال اصلاح اي امر بيحتاج لفتره طويله، بالذات في الامور العامه، ما فيش حاجه بتتصلح بين يوم وليله مهما كانت صغيره. فلكن على مستوى الخطوات او في خطوات، يعني مثلا الشرطه كان في الاول خالص كان زي ما حضرتك عارف انه في دايما في نغمه انه لازم مثلا تطهير او مش عارف، احنا مش واخدين الجزء من الناحيه دي، احنا بنتكلم دايما في الاصلاح، وانه دايما في شيء مهما كان حتى لو كان عندك بيت فيه حاجات كتيرة بايظة، هد البيت أسوأ من انك انت تصلحه. هده معناها انك انت هتعيش في الشارع، لكن تصليحه معناها انك انت هتحاول تشوف ايه اللي بايظ فيه وتصلحه. احنا دايما بنتكلم، الجهاز الشرطة في الاول كان قلقان من الكلام معانا، بعد كده شوية شوية ابتدى يطمن، لانه احنا عندنا وجهات نظر، فكرة ان احنا نصلح مش فكرة ان احنا نقصي اي حد تاني، ولا ان احنا ندخل الضباط السجن، ولا ان احنا نعذب ناس، ولا كل الحاجات دي. معناها بس ان احنا عاوزين نعمل حوار مباشر ونشوف ان المواطنين عاوزين ايه والشرطة بتعاني من ايه، وازاي نقدر نصلح ده بحيث ان احنا نوصل في النهاية، لانه المواطن لما يرفع سماعة التليفون يبقى في مشكلة معينة الشرطة تجيله، لما الشرطة تروح تنفذ حاجة معينة ما تواجهش عقبات. كل الامور لما المواطن يروح اسم الشرطة يحس انه طبيعي ان هو يبلغ عن حاجة ما بقاش خايف منها، يبقى عارف انه حقه هيجيله وهكذا. فده في النهاية هيؤدي لاستقرار وثبات في الوضع المصري بدل كل حالة الفوضى اللي احنا عايشين فيه. احنا ممكن يعني ربنا يسهل وتجيب نتيجة، واتمنى ان الشرطة تكون سريعة معنا في الاستجابة. فكرة الحملة كويسة وانا بتمنى انها تنجح، ان شاء الله احنا هنساند الحملة ان شاء الله ما تنجح وكده. عايز اوجه بس كلمة واحدة للشرطة، انها بس تتعاون معنا مش اكتر، في حالات المخدرات كترت في بلدنا، والسرقة دي اكتر حاجة حصلت معنا احنا بالذات يعني، يعني حصلنا مشاكل من ناحية السرقة، فبس يعني ده اللي مطلوب من الشرطة انها تساعدنا بس ان شاء الله. انا يعني شايف ان مفعول الحملة ده ممكن يكون كويس جدا، المشاكل يعني اللي بنطلبها يعني مش مشاكل مستحيلة. اسم الحملة في حد ذاته عبارة عن سؤال، السؤال ده محتاج مننا كلنا اجابة، يعني اسم يعني السؤال ذات نفسه عايزين ايه، عايزين يبقى احنا عايزين منهم حاجة معينة ان هم يتفاعلوا معانا. بطالب من الشرطة ان شاء الله ان هي تتفاعل مع المواطنين تشوف مشاكلهم ايه،
بنتمنى ان الحمله ان شاء الله تنجح على مستوى مصر كلها. حول النتائج المترتبه واهميتها في تحسين العلاقه بين الشرطه والمواطن العادي هيكون لنا لقاء مع الاستاذ احمد ابو الذهب احد منسقي الحمله. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك استاذ احمد؟ يعني مهم جدا يكون في اهداف طبعا مترتبه وتكون ليها اهميه بالنسبه لتحسين العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن العادي. ده بيتم ازاي من خلال الحمله بتاعتكم؟ احنا في الحمله دي طبعا بنحاول نركز على الحوار المجتمعي بين المواطنين ورجال الشرطه، لان دوت هيبقى مفيد جدا في ازاله حاله الاحتقان الموجوده، خصوصا في ظل الايام الموجوده حاليا. مفيش حوار، مفيش حد بيتكلم مع حد في حاجه معينه، او محدش بيحاول يعرف المشكله فين، من التقصير من الداخليه او من الشرطه او تقصير من المواطنين. احنا شايفين ان الاثنين مقصرين، فلازم الاثنين يقعدوا يتكلموا مع بعض يشوفوا المشاكل ايه وممكن تتحل ازاي وطرق حلها ازاي. ده طبعا من خلال الحمله بدانا بقريه زي قريه قرنفيل ديت، هي طبعا قريه صغيره فممكن نشتغل فيها كويس، وهيبقى سهل ان انت توجد نتائج فيها. ده كان سبب اختيار هذه القريه؟ بالظبط، ده كان سبب من ضمن اسباب اختيار القريه دي. طبعا بدانا في الحمله ديت ان احنا اتكلمنا مع المواطنين الاول المشاكل اللي عندهم ايه، وبعدين خدنا المشاكل ديت وخدنا متطوعين من اهالي القريه واتكلمنا مع المسؤولين عن الامن اللي هم متمثلين في الداخليه والشرطه، وكان في لغه حوار جيده، بدايه جيده جدا ان هم اتكلموا في المشاكل، وده عنده مشاكل وده عنده مشاكل، وازاي ممكن ده يتحل بين الطرفين بشكل مشترك. تمام استاذ احمد. طيب يعني الحوار ده هيتم ازاي؟ هل في مؤتمرات عامه، ولا يعني طبعا لا يمكن يتم الحوار بين المواطن العادي وفرد الشرطه اثناء تنفيذ القانون، او يعني ده الموضوع مش محتاج حوار، ده تنفيذ قانون، ونفترض اذا كان في حد مخالف يتم عليه تطبيق القانون في التو واللحظه. الحوارات دي بتنسقوها ازاي؟ تمام، الحوارات دي في كذا طريقه ليها، يعني في حاجات بتبقى بشكل فردي، مثلا بيبقى مثلا في ضباط من اهل القريه نفسهم بنعمل زي يوم مثلا بالليل، وده من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا فيها صعوبه ان المكان بعيد عن المكان المركز او الشغل عندنا، بعيد عن البلد، فاللي انت تروح كل يوم وتيجي، فممكن نعمل قعده مثلا بالليل، قعده كده وديه، ومثلا احد ضباط من اهل القريه والمواطنين والناس مثلا العمده مثلا غفر، الناس دي تقعد تتكلم مع بعض، واحنا شايفين في مشكله هنا ايه، في مشكله هنا ايه، فده حوار مجتمعي لحد ما على صغير في القريه نفسها بس. فبنبدا بسلسله حوارات زي ديت لغايه ما نوصل لنتائج او استنتاجات معينه. ده غير الاستبيان اللي حصل، طبعا في استبيان عملناه، ده حاولنا نحصر بيه بشكل ما المشاكل الانيه الموجوده، وطبعا نزلنا مع المتطوعين من اهالي القريه، من الشباب من القريه. مهم جدا قبل ما تطبق ايجابيات لازم تكون عندك خطط انت ماشي عليها من البدايه. بالظبط تمام. طبعا حاولنا نوصل للمشاكل ديت كلها، وبعدين بنرجع اتكلمنا مع المأمور، حتى خدنا شباب من المتطوعين اتكلمنا مع المأمور في ايه اللي ممكن يحصل، وهو برضو كان مرحب جدا بالموضوع ده. بعد سلسله الحوارات المجتمعيه الصغيره ديت المفروض هيبقى في مؤتمر شعبي في القريه نفسه، بنحاول يبقى موجود فيه ممثلين من الداخليه، ده هيبقى مفيد جدا الناس تبقى شايفه ان هم من الداخليه موجودين وبيتكلموا في المشاكل بتاعتهم، وطبعا احزاب من القريه نفسها ومسؤولين من القريه والعمده والناس دي كلها تبقى موجوده، ونوضح المشاكل الموجوده ايه وطرق حلها ايه وايه اللي وصلنا له من خلال الحمله دي. ومن هنا كان واجب علينا إبراز الوجه الحقيقي للشرطة المصرية اللي قدمت الغالي والنفيس لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون لكل مواطن مصري. وكمان يجب عدم ادخار أي جهد في تعزيز وتوطيد علاقة الشرطة بالمواطن، وكمان تعزيز هذه العلاقة علشان تكون سند قوي للشرطة المصرية. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن دايما لينا وعد بلقاء يتجدد غدا، وكل ما هو جديد في يوم جديد.